تعلم أنه كلما ارتفع ثمن خاتم خطبتك ارتفعت نسبة احتمالية طلاقك؟ دراسة غريبة نشرت عن ارتباط الإنفاق على خواتم الزفاف بمدة استمرار الزواج، وما وجدوه هو أن الخواتم الأكثر تكلفة تميل إلى الارتباط بزيجات أقصر. وقام الباحثون باستطلاع رأي أكثر من 3000 شخص، 68% من المشاركين متزوجين ولم ينفصلوا، وبعد سؤال المشاركين عن نفقات زفافهم وجدوا أن أولئك الذين أنفقوا أقل مبلغ على حفل الزفاف كانوا أقل عرضة للطلاق. على النقيض من ذلك، كانت حفلات الزفاف الأكثر تكلفة مرتبطة بزيادة خطر الطلاق، والذين أنفقوا مبالغ طائلة على خاتم الزواج كانت فرص الطلاق لديهم أعلى من الذين يمتلكون خواتم بتكلفة قليلة أو لا يملكون خاتماً بالأصل. ولكن ما السبب وراء هذه العلاقة العكسية؟ بحسب الدراسة، فإن حفلات الزفاف والخواتم الأكثر تكلفة قد تكون مرتبطة بتحميل المزيد من الديون وما تجلبه من القلق حول كيفية سدادها، ما يخلق حالة من التوتر بين الشريكين. من الممكن أيضاً أن يكون أولئك الذين ينفقون أكثر على حفلات الزفاف هم أكثر اندفاعاً في البداية، مما يؤدي مع الوقت إلى مزيد من الخلافات في العلاقة أو ربما يزيد من احتمالات الخيانة الزوجية.